دي واحدة. اتفضلي معانا. هو في ايه؟ اتفضلي معانا. طب اقدر اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط؟ افندم. سيد عادل. ما كنتش اقدر اسيبك تسافري من غير ما اسلم عليكي. طب وكان لزومها ايه الحركات دي كلها؟ ما انت عارفه الشغل لازم يتم من غير ما حد يحس بينا. وحط دي في مخك، شغلنا لازم يتم في سريه، فاهمه؟ بس احنا لسه جوه مصر. ما هو العدو له عينين في كل حته. انا بصراحه جاي اقول لك كلمتين قبل ما تسافري. وانا بسمع. اولا لازم تبقي واثقه في نفسك. من ناحيه دي اطمن. ثانيا لازم تعرفي ان العدو اللي هتواجهيه عدو ذكي وخطر، لكن اللي اخطر منه نبيل. هي دي الحاجه اللي مخوفاني. لو الصوره واضحه قدامك والهدف واضح يبقى اوعي تخافي. ايوه بس ما تنساش انه جوزي. نبيل ما بقاش جوزك دلوقتي، ولا هو صاحبك ولا حبيبك. نبيل عدو، واوعي تخليه يحس بان اي حاجه اتغيرت فيكي. اوعي. هتقدري؟ ان شاء الله هقدر. يبقى اشوف وشك بخير. مع السلامه. مؤتمر أدباء البحر الأبيض المتوسط مرة واحدة. يا بنتي أنتِ مالك أنتِ ومال الأدباء والأدب؟ أنتِ صحفية مش أديبة. قلت لك يا مخمة رايحة أغطي أخبار المؤتمر مش أشارك فيه. والله شكلك كده خدت رجلك على السفر لأوروبا وكل شوية تسيبيني لوحدي وتسافري. طب ما تيجي معايا. أجي معاكي فين؟ أولاً أنا عندي شغل هنا في مصر وأنتِ رايحة لشغلك. وبعدين بيني وبينك برضه ما يصحش نسيب عمك مختار لوحده في الظروف اللي هو فيها دي. أيوه كده. قري واعترفي بالسبب الحقيقي. بس يا بنت ربنا يخليكوا لبعض. قهوة ولا شاي؟ أفندم؟ حضرتك تحبي تشربي قهوة ولا شاي؟ قهوة لو سمحت. حالا. تاني يا سامي؟ أجازة تاني؟ أيوه لازم أسافر روما. روما؟ أيوه. أنا قلت لماما إن أنا رايحة باريس أحضر مؤتمر أدباء البحر المتوسط. أنا بحكي لحضرتك الحكاية دي عشان لو سألتك أو حاجة. فهمت. تروح ترجع بالسلامة إن شاء الله. إدعي لي يا عمي. ربنا معاكي وقلبي معاكي. هلا حضرتك. دي تقارير الناس اللي قابلتهم الكام يوم اللي فاتوا، هتلاقي ناس كتير قوي تنفعكم. سيبك من التقارير دي دلوقتي وخلينا في المهم. سامية؟ غيرتها زمانها على اصول. لسه بدري يا ابو سليم، فاضل ساعة على ميعاد الطيارة. 45 دقيقة. والمفروض لما توصل تلاقيك مستنيها في المطار. خلص اللي في ايدك واطلع المطار على طول. النهاردة هتلاقي الطريق زحمة شوية. حلو. أنت عارف هتعمل إيه بالظبط؟ عيب يا ابو سليم، انت بتشك في قدراتي؟ لا يا اخي ما بشكش في قدراتك. انا حجزت لها نفس الاوضه اللي نزلت فيها المره اللي فاتت. وحجزت لي اوضه جنبها انا كمان؟ اوضه ايه دي اللي جنبها؟ انت هتنزل معاها في نفس الاوضه. مش مراتك يا اخي؟ وبقى لها مده غايبه عنك. ما يصحش تكون بعيد عنها. اشرب يا نبيل. اشرب يا حبيبي.
جوزك دلوقتي، ولا هو صاحبك ولا حبيبك. نبيل عدو. You need any help, madam? Madam, you need any help? No, thank you. Are you sure? Yes, I'm sure. Thank you. وحشتيني قوي، وحشتيني. وانت كمان يا حبيبي. سامية مالك يا حبيبتي، فيها؟ لا ما فيش، بس اصلي تعبانه بس شويه. تعبانه مالك؟ ما انا عملت عمليه اللوز من كام يوم. عملتي عمليه وما قلتليش؟ دي حاجه بسيطه يا نبيل، ما حبيتش اضايقك واشغلك عن شغلك. برضه كان لازم تقولي لي عشان انزل لك مصر. الف سلام عليك. قولي يا نبيل، اخبارك ايه واخبار شغلك ايه؟ تمام يا حبيبتي، كله تمام. اوعى تقولي انك سبت شغلك مخصوص في نابولي عشان تيجي تاخدني من هنا. حبيبتي انا سيب الدنيا كلها عشانك، وبعدين بصراحه ما اخبيش عليكي، انا جاي هنا مخصوص عشان عندي صفقه عربيات جاي اخلصها. اوكي، وعرفت منين جاي النهارده؟ ادريان بلغني. انتوا بقيتوا اصحاب قوي كده؟ لا لا خالص، بس هو اول ما عرف ان انا في روما طلب مني ان انا جاي. راجل ذوق قوي. على فكره هو حجز لك في نفس الاوتيل ونفس الاوضه بتاعت المره اللي فاتت. اوعي تنزلي في الاوتيل اللي هم حاجزينه لك. نفس الاوتيل ونفس الاوضه؟ ده بيحلم. ليه يا حبيبتي؟ هو المكان ما كانش عاجبك؟ كان عاجبني المره اللي فاتت، بس انا اقتنعت بوجهه نظري. انا لازم اخد حقي من الناس دي كويس جدا وما اقدمش اي تنازلات. انا معاكي، بس المشكله ان ايه يا نبيل؟ خلاص انا مش عايز انزل في الاوتيل ده بصراحه، بقى ما بقاش من مستواي. عايز انزل في اشيك اوتيل في روما. بس الراجل برضه حجز الاوضه يا سامي، عيب. يقعد فيها هو. اوكي زي ما تحب، بس انا برضه رايي ان احنا نتصل بيه وناخد رايه الاول. انا مش هتصل بحد، وبعدين مش انت اللي قايل ان انا لازم اخد حقي من الناس تلت ومتلت؟ ايه اللي غير رايك؟ لا يا حبيبتي انا ما غيرتش رايي ولا حاجه، انا معاكي في كل اللي بتقوليه 100%. برافو يا سامي. طب خلاص احنا بنتكلم في ايه؟ يلا خدني على اشيك اوتيل في روما. يعني ايه؟ يعني ايه غيرت الاوتيل؟ قالت لي ان الاوتيل الاولاني مش عاجبها وحبت تقعد في اوتيل احسن منه. وبعدين ساميه المره دي متغيره قوي يا ابو سليم عن المره اللي فاتت. ايوه يا ايزاك، كلم ادريان قول له يقابلني عندك بعد نص ساعه. انا عايزك تعصر دماغك على الاخر، تفتكر كل حاجه حصلت بالتفصيل الممل، كل كلمه قالتها، كل انفعال اترسم على وشها من ساعه ما قابلتها في المطار لحد ما وصلتها الاوتيل. العز اللي احنا فيه ده سبحان العاطي الوهاب.
كلمتها يا ديفيد؟ كلمتها في الاوتيل مره واثنين وثلاثه، قالوا لسه ما وصلتش. لما جيت هنا كلمتها تاني نفس الرد، برضو ما وصلتش. ومش هتوصل. ايه، لغت الرحله؟ غيرت الاوتيل اللي حجزنا لها فيه. غيرت الاوتيل؟ ما تفهمني شلون يا حبيبي الحكايه بالظبط. حسب كلام نبيل، البنت المره دي متغيره جدا عن المره اللي فاتت. متغيره ازاي يعني؟ البنت رافضه تنزل في الاوتيل اللي حجزنا لها فيه. رافضه؟ رافضه يعني ايه؟ والتجهيزات اللي جهزناها يا شلومو يا حبيبي، والفلوس اللي اتصرفت. طب رافضه ليه؟ بتقول ان الاوتيل ده مش من مستواها. مش من مستواها؟ الكلام الفارغ ده يا شلومو. وهي فين دلوقتي؟ راحت على اوتيل روما بلازا. روما بلازا؟ لا، يبقى كده الغرور ركبها يا حبيبي. يا اما الغرور يا اما حاجه تانية. حاجه تانية ازاي يعني؟ حاجة مش عايز أفكر فيها دلوقتي يا ديفيد. خلونا في حكاية الغرور أحسن. تفتكروا ركبها الغرور ليه؟ علشان أنا مش عارف. جايز علشان جايبلنا معاها أخبار قيمة وطمعانة في فلوس زيادة زي ما قالي نبيل. وإيه بقى الاحتمال التاني؟ بلاش نسبق الأحداث يا ديفيد، ونشوف الأول الأمور هتمشي إزاي. امسك. دي نمرة الأوتيل والأوضة اللي هي نازلة فيها. كلمها وحدد معاها ميعاد تتقابلوا فيه. إذاك ابعت رجالتك يشيلوا الأجهزة من الأوتيل التاني ويركبوها في المكتب اللي أجرنا لديفيد. اعتبروا حصل يا حبيبي. مستني إيه يا ديفيد؟ ما تكلمها. ألو؟ أنا أدريان تومسون يا سامي. أهلاً أهلاً مستر أدريان، إزيك؟ أنا كويس، المهم أنت؟ أنا الحمد لله كويسة. يا ستي ألف حمد لله على السلامة، وحشتينا. لو كنت حقيقي وحشتكم كان جه حد خدني من المطار، ده أنا بعتلكم ميعاد الطيارة وتاريخ الوصول. أنا آسف يا سامية، حقيقي كان عندي مشاكل في الشغل، وبعدين أنا عرفت إن السنيور نبيل هنا في روما، واعتقدت إن استقباله ليكي في المطار هيسعدك ويفرحك أكتر من وجودي. طبعاً فرحني جداً، بس أنت ضيعت عليا المفاجأة. أنا كنت عايزة أعملها لنبيل مفاجأة. يا ستي ملحوقة. عموماً ألف حمد لله على السلامة، وأرجو إن الأوتيل الجديد اللي اخترتيه يكون عجبك. آه حلو جداً، شكراً يا مستر أدريان. أنا الحقيقة كنت عايزة أعتذر لك على موضوع الأوتيل ده، بس أصل لا 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 لا، مفيش داعي إنك تعتذري. ده أنا اللي بعتذر إن اختياري للفندق ما كانش مناسب ليكي. أنا المرة اللي فاتت اعتقدت إنك استريحت فيه والفندق عجبك. وعموما ما تشيليش هم اي حاجه، الوكاله هي اللي مستضيفاكي طول فتره اقامتك في روما. انا متشكره قوي لحضرتك والوكاله. وبالنسبه للمواضيع اللي كلمت فيها نبيل كلها مواضيع بسيطه، لما نقعد ونتكلم هنتفاهم على كل حاجه، واكيد مش هنختلف. اكيد يا فندم مش هنختلف طبعا. جميل، تحب نتقابل امتى؟ مستر ادريان حضرتك البوس وانا بشتغل عند حضرتك، وما تنساش ان انا جايه روما بدعوه منك. لو كان عليا انا عايز اشوفك في اسرع وقت، حتى لو دلوقتي حالا. مش للدرجه دي، انا مع الاسف متفقه مع نبيل ان احنا نتعشى مع بعض النهارده. ان شاء الله بكره الساعه 12 هتلاقيني مستنيه حضرتك في اللوبي. وتستنيني واستناكي ليه؟ ما نتقابل على طول في كافيتيريا ماضو. خلاص يبقى نتقابل على هناك على طول ان شاء الله. باي.